بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نخدمه التمرين رقم 53 صفحة 37 من كتاب النجاح في الرياضيات. هو نفسه الاكزرسيس 53 لاباج 37 بالنسبة نجاح أو ماتيماتيك خيار فرنسي. ده نفس التمرين، كتبقى غير الترجمة ديال من العربية إلى الفرنسية. إذا نعتبر العددين أ و ب بحيث أ تساوي جذر مربع 14 زائد 6 جذر 5، و ب تساوي جذر مربع 14 ناقص 6 جذر 5. السؤال الأول، أحسب 3 زائد جذر 5 أس 2 و 3 ناقص جذر 5 أس 2، ثم بسط أ و ب. إذا نبدأ بالسؤال الأول. ألف، عندنا جوج الأسئلة، عندنا غير ألف وباء. دونك غادي نحسبو 3 زائد جذر 5 أس 2. دونك هذه متطابقة الهامة رقم واحد، كل شيء كيعرفها. أ أس 2 زائد 2 أ بي زائد بي أس 2. دونك 3 أس 2 زائد 2 في 3 في جذر 5 زائد بي أس 2 اللي هي جذر 5 أس 2. إذن تساوي 3 أس 2 9 زائد 2 في 3 6 في جذر 5 زائد جذر 5 أس 2 أس 2 مشى مع الجذر تبقى لي 5. دونك 9 زائد 5 14 زائد 6 جذر 5. إذن هذا هو الجواب ديال النشر ديال هاد العملية. ندوزو للعملية الثانية. عندنا 3 ناقص جذر 5 أس 2، 3 ناقص جذر 5 أوكار. دونك هذه حتى هي ايدونتيتي غوماركاب نيميرو 2 متطابقة رقم 2. ا كاري موان 2 ا بي بليس بي كاري. دونك ا او كاري ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2. دونك ا عندنا هي 3 اس 2 ناقص 2 في 3 في جذر 5 زائد بي اس 2 يعني جذر 5 اس 2. دونك تساوي دونك 3 او كاري 9 موان 2 فوا 3 6 راسين دو 5 بليس راسين دو 5 او كاري. دونك او كاري مشى مع الراسين وبقات لنا 5. 9 زائد 5 14 ناقص 6 راسين دو 5. دونك هذه هي تبسيط ديال العملية الثانية. قالك ثم بسط أ و ب. إذا غادي نبسطو أ. عندنا أ كتساوي جذر مربع 14 زائد 6 جذر 5. إذا كيفاش غنبسطو أ؟ لاحظوا 14 زائد 6 جذر 5 هي اللي لقينا 3 زائد جذر 5 أس 2. دونك غنعوضها ب 3 زائد جذر 5 أس 2. جذر مربع غنخليه هكا، و 14 زائد 6 جذر 5 غنعوضها ب 3 زائد جذر 5 أس 2. إذا شنو كتساوي؟ أس 2 غيحيد لنا الجذر حيت عندنا ديجا 3 زائد جذر 5 راه عدد موجب. دونك كنحيدو أس 2 مع الجذر حتى نتأكدو أن العدد اللي تحت من الجذر عدد موجب. 3 موجب زائد جذر 5 حتى هي موجب. دونك كتبقى لنا 3 زائد جذر 5. دونك نفس الشيء بالنسبة لبي. عندنا جذر مربع 14 ناقص 6 جذر 5. دونك 14 ناقص 6 جذر 5 دونك تساوي هنا 14 ناقص 6 جذر 5 غنعوضها ب 3 ناقص جذر 5 أس 2. دونك نعطينا جذر مربع 3 ناقص جذر 5 أس 2. دونك شكون اللي كبير، واش 3 ولا ناقص جذر 5؟ هنا 3 راه هي جذر مربع 9. دونك 9 كبر من 5، اذا هاد العدد حتى هو موجب. هادشي غتشوفوه في الدرس اللي ماجي ديال الترتيب في المجموعة اغ. غادي نشوفو فيه هادشي مزيان، غتشوفو فيه القيمة المطلقة وغتشوفو شي حوايج اللي ما بغيش ندخل التفاصيل في هاد العملية. دونك هنا اس 2 اللي كتعرفو نتوما، اس 2 يحيد لنا الجذر وغتبقى 3 ناقص جذر 5. دونك هنا لقينا 3 زائد جذر 5، هنا لقينا 3 ناقص جذر 5. اذا هذا بالنسبه
العملية أو السؤال ألف. دابا غادي ندوزو للسؤال باء. سؤال باء اللي شوية فيه الحساب، عندنا بين أنه يوجد عدد صحيح طبيعي تي، بحيث هذا العدد 7 زائد 3 جذر 5 عامل 3 ناقص جذر 5 في جذر 7 ناقص 3 جذر 5 كيساوي لنا تي جذر 2، يعني خصنا نبسطوا هذا العدد ونلقاو كيساوي واحد العدد في جذر 2، هذا هو المطلوب منا. دونك حنا عندنا 7 زائد 3 جذر 5 عامل ل 3 ناقص جذر 5 شيء في جذر مربع 7 ناقص 3 جذر 5، دونك خصنا نلقاوها كتساوي تي واحد العدد في جذر 2. دونك حنا غادي نبسطو، دونك هنا هاد 7 زائد 3 جذر 5، 3 ناقص جذر 5 راه كنا شفناها هنا. باش نقطع هاد الورقة باش نبقى نوريكم العمليات اللي خدمناها. دابا مزيان، دونك هاد 3 ناقص جذر 5 فين شفناها؟ شفناها هنا، هاد 3 ناقص جذر 5 هي جذر 14 ناقص 6 جذر 5. ولاحظوا عندي 7 زائد 3 جذر 5، نقدر نضربها في جوج باش تولي 14 زائد 6 جذر 5 ونقدر نفكك الجذور. دونك حنا غادي نمشيو ننطلقوا من هذه، غادي نبدلوا هاد 3 ناقص جذر 5 بجذر 14 ناقص 6 جذر 5، وعندي عاوتاني واحد 7 ناقص 3 جذر 5 كذلك نقدر ندير نضرب في جوج باش تعطينا 14 ناقص 6 جذر 5 ونضربهم في بعضياتهم باش نحيد الجذر. دونك نمشيو ايطاب بار ايطاب، تبعوا معايا نتوما مزيان. هذه نخليها في الاول، كاين بزاف الطرق اللي تقدر دير، يعني العمليه اللي درتي راه غادا تخرج، دونك خصك غير تركز مزيان والتعويض يكون هو هذاك. دونك قلنا 3 ناقص جذر 5 هي جذر 14 ناقص 6 جذر ناقص 6 جذر 5، غنعوضها بجذر 14 ناقص 6 جذر 5. دونك في هاد جذر مربع 7 ناقص 3 جذر 5 غادي نديرو بحال ما هكا، غادي نضرب في جوج الفوق وغنضرب هنا بكانت واحد، غنضرب في جوج الفوق وغنضرب في جوج في المقام وجوج في البسط. هنا بحال على واحد، واحد في جوج جوج، وجوج غنضربها في 7 ناقص 3 جذر 5، جوج في 7 14 ناقص جوج في 3 6 جذر 5. علاش درت هكا؟ باش يعطيني 14 ناقص 6 جذر 5، 14 ناقص 6 جذر 5 ونقدر نحيد الجذر. دونك تساوي، هنا نخلي هادي حتى نحتاج ليها، هنا نخلي عاوتاني هادي باش ما تلفوش، نمشيو غير بشويه بشويه، مازال بانت حتى شي حاجه. في دونك هادي غنفرتك، هاد الجذر المربع غنفرتكو على 14 ناقص 6 جذر 5 وعلى جذر 2، غتولي عندي جذر 14 ناقص 6 جذر 5 على جذر 2. دونك تساوي دائما هاد 7 زائد 3 جذر 5 نخليها هنا. هنا 14 ناقص 6 جذر 5 في 14 ناقص 6 جذر 5 هي جذر 14 ناقص 6 جذر 5 أس 2، واضح؟ عدد في نفسه، جذر مربع 14 ناقص 6 جذر 5، جذر مربع 14 ناقص 6 جذر 5 هي جذر 14 ناقص 6 جذر 5 أس 2، أ في أ هي أ أس 2. دونك في هاد جذر 2 غنديرو هي 1 على جذر 2، واضح؟ دونك تساوي، هنا نخليو هاد 7 زائد 3 جذر 5، هنا أس 2 يحيد الجذر، ولكن خصني نتأكد أن هاد 14 كبر من 6 جذر 5 باش نقول ان العدد موجب. دونك حنا غادي نتاكدوا دابا غير بالاله الحاسبه، ولكن من بعد راه غادي يوليو عندنا تقنيات اللي غنخدموا بهم. دونك حنا نديرو 14 ناقص 6 جذر 5 خاصها تعطينا عدد موجب، اذا 0.58، اذا عدد موجب. دونك ما عندناش مشكل نحيدو اس 2 مع الجذر وغتبقى ليا 14 ناقص 6 جذر 5 في واحد على جذر 2. دونك هنا 14 ناقص 6 جذر 5، 7 زائد 3 جذر 5. دونك هنا لا بأس نضرب في 2 ونقسم على 2، دونك نضرب في 1 على 2 هنا. في هاد 7
غنتلفكم واقيلا. دونك حنا غنمشيو غير بشويه بشويه. دونك هنا بحال على واحد غنضربو في جوج هنا وفي جوج هنا. ضربنا هنا في جوج غتعطينا هنا جوج. هادي غنضربوها في جوج، سبعه غتولي 14 زائد 3 غتولي 6 جذر 5. واضح؟ في 14 ناقص 6 جذر 5 في 1 على جذر 2. دونك تساوي، علاش درت هكا؟ باش انا هاد 1 على 2 نخرجوها. في هنا 14 زائد 6 جذر 5، 14 ناقص 6 جذر 5. دونك هادي متطابقه لها هما رقم 3، ا زائد بي في ا ناقص بي. دونك شنو كتساوي؟ 14 اس 2 ناقص 6 جذر 5 اس 2، ا اس 2 ناقص بي اس 2. دونك في 1 على جذر 2. دونك تساوي 1 على 2 في 1 على جذر 2 هي 1 على 2 جذر 2. هاد جذر 2 نبطوها هنا. دونك في 14 اس 2 هي 196 على ما أدور. 14 أس 2 فعلا هي 196 ناقص 6 جذر 5 أس 2. 6 أس 2 هي 36 في جذر 5 أس 2 هي 5. أس 2 مشى مع الجذر تبقى لي 5. دونك هي 1 على 2 جذر 2 في 196 ناقص 36 في 5. نحسبها 36 في 5 هي 180. دونك تساوي دائما 1 على 2 جذر 2 في 196 ناقص 180 هي 16. نسيت واحد الجذر واقيلا. دونك هي 16. نسيت شي جذر. هنا الجذر حيدو لنا الأس. دونك مبقى حتى شي جذر هنا. دونك سي بون نكملو. دونك هنا 16 على 2 نكمل في هاد الورقة. 16 على 2 هي 8. دونك هي 8 على جذر 2. هنا باش نحيدو جذر 2 نحيدو الجذر من المقام غنضربو في جذر 2 هنا وغنضربو الفوق كذلك في جذر 2. دونك شنو غتعطينا؟ هنا جذر 2 في جذر 2 هي 2 وهنا 8 جذر 2. دونك 8 على 2 هي 4 جذر 2. وهكا لقيناها مكتوبه على شكل تي جذر 2 بحيث تي لقيناها هي 4. دونك تي في هذه الحاله كتساوي 4. هكا لقيناها مكتوبه على شكل عدد تي في جذر 2. اذا تي في هذه الحاله هي 4 جذر 2. دونك هكا وصلنا الى نهايه التمرين. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح، ما يكونش هذا المجهود مشاهبة المنتوره، تكونوا فهمتوا مزيان التمرين. نتمنى انكم تعاونونا بلايك الفيديو حيت القناه عاد عاود درتها من جديد، حيت مشات لي القناه الرسميه كيف ما في اخباركم. حاولوا تبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم باش يدخل اكبر عدد ممكن من التلاميذ، وشاركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي فيديو جديد لحتو على القناه. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.